الآن استمعوا جيداً إلى صوت الحرف. ما هو صوت حرفنا لهذا اليوم؟ عندما أقول ضبع ضبع، رضا رضا، غضبت غضبت، ضبع ضبع. أي صوت حرف سمعنا يا ترى في بداية الكلمة؟ أي صوت حرف سمعنا عندما نقول ضبع؟ أجل، إنه صوت حرف الضاد. إنه علم. هيا نعرف، هيا نختار ما هو حرف اليوم. مرحبا أصدقائي، ما هو حرف اليوم يا ترى؟ بحرف جميل الطاء ضفدع. حرفنا لهذا اليوم هو حرف الضاد، وصوته إض، وصوته إض، ضاد وصوته إض.